يا 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 السرب يا السرب السرب يا شباب. تمام امسك. شوف السلام عود واحد دنيا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، اليوم عندنا رحلة صيد أنا وأخوي أحمد بإذن الله سبحانه وتعالى لاصطياد نوع من أنواع الأسماك اللي تتواجد بكميات كبيرة في المنطقة الشرقية لدولة الإمارات العربية. اسمك هي؟ العنفلوس. عنفلوس. راح ننطلق اليوم في رحلة صيد لاصطياد هذه الأسماك ولكن بطرق مختلفة بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله أتنال إعجابكم. أول مرحلة من مراحل صيد العنفلوس نبدأ بصيد الطعم. هذه الأسماك اللي نحن نبغاها اللي هي هاي نسميها الصيمة. وهذا نصطاده على كاسر الأمواج. خلصنا من صيد الطعم الحي والحين منطلقين إلى مواقع صيد العنفلوس بإذن الله سبحانه وتعالى. قاعدين نجهز عدة الصيد الحين وبداية قاعدين نجهز الرداع اللي يسمونه الليدر، الليدر يسمونه الرداع هذا النايلون. السمكة هذه حلوة في الصيد ممتعة من الأسماك العنيفة واللي ما تستسلم بسهولة، إلى جانب ذلك أن السمكة هاي جميلة كشكل جدا جميلة سبحان الله لونها أخضر ومنقطة بنقوط معينة، إلى جانب ذلك السمكة هذه طيبة في الأكل. يمكن كثيرين من الناس ما يعرفونها خاصة عندنا بالإمارات، نسبة كبيرة من الناس ما يعرفونها واللي يعرفها يعني يمكن ما يحب يأكلها لأنه ما تشد يجربها. جاهزة. يلا أحمد. هنا اول موقع للصيد، طبعا عادة الاسماك هذه نحصلها عند بويات الكبيرة، ممكن تبي اسراب كبيرة بروحها كذي في البحر، ممكن عند بوية قرقور يعني هالاماكن. فنحن هنا اول موقع بنجرب فيه، طبعا السمكة ما لقيناها على السطح فنضطر شو نسوي، نستخدم طريقة الجيجينج هذه، ننزل الطعم الحديدي هذا والمعدني
نزله تقريبا ل 30 40 متر وبعدين نرفعه بطريقه معينه. اذا ضرب عندي واحد تحت بيطلع السرب من تحت كله على فوق، راح ياكل الاسماك الحيه اللي منزلها لنا احمد اخوي وديكسون. راح الحين انزل تقريبا 40 متر، كل متر عباره كل 10 متر عباره عن لون. الحين نزل عندي اللون الاولاني، ثاني، ثالث، بس يوصل 40 متر وعقب ببدا طريقه الجيجين عشان نطلع السمك من تحت اذا كان موجود. بسم الله. ايوه ضرب 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 يا ضرب ضرب. بسم الله. يلا جهزوا اعماركم، الحين بيطلع السرب من تحت. عنيف. شلون اقولكم، السمكه هذه حلوه في الصيد. يلا شباب جهزوا عماركم ان شاء الله عود. لا هذا ما بعن فلوس، هذا ايه عن فلوس. يلا قف كريشان من ديكسون. اذر سايد اذر سايد. ما شاء الله شو كبره ضخم. شوف ما شاء الله. يا السرب 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 يا شباب. يلا احمد انا ما راح اطلع السمكه هاي لان ابغي السمك اللي حوله يظل موجود، لان اذا شافه موجود خلاص ما بيروح عنه. ما شاء الله احجام كبيره. ها ردي ما شاء الله. ايوه تعبان ما يروم يعفن. لجانب ذلك ان هاي السمكه على فكره متعرضه لضربه من سمكه السيفشان. كريشان نشب هناك، كريشان صاد وحده. يلا منجوله قف. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. السمكه ضخمه حلوه حق الفيليه. يلا داخل داخل داخل. يلا طبعا هذه السمكه متعوره اكيد متعرضه لهجوم من اسماك اللي هي يا المارن يا السيلفش اللي نحن نسميها الخيل او العنبره. شوف ما شاء الله شوف شكل. يلا نجوله قف. نزل انزل 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 احمد انزل احمد شوي بالرد شوي. اللي صدناه قبل شوي بالمناسبه يا اخوان المتابعين، اللي صدناه قبل شوي كان ذكر. هذه السمكه هذه انثى. هذه انثى. الفرق ما بين الذكر والانثى شكل الراس. طبعا هاي لو تلاحظون راسه شوي مقوس، اما الذكر يكون راسه شوي عريض. تمام هذه السمكه. السمك نزل في الجوع مره ثانيه، فراح اضطر بس اطلع السمك حق احمد اخوي علشان يصطاده. شوف احمد قاعد يركب الطعم الحي الميدار، بيسوي له كاست. هو بيسوي كاست اللي هي بيرميها مسافه شويه بعيده عن الطراد، وانا بحاول اطلع السمك من تحت الجوع. المره الاولى نزلنا لين 40 متر، هذا 40 ونقول بسم الله بسم الله. يا نشب. ايوه يلا احمد زهب عمرك الحين بيك لعن فلوس. قرب الميرور مالك. هذا 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 ها جمب جمب بيسوي جمب بيسوي جمب جمب جمب. يا سلام عود واحد بريه ما شاء الله. ها بخليه في البحر بعد ما يجي الجروب كامل. مشاك عندك. ها ضرب 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 عافيه ضرب عافيه. كريشان طلعت السرب من تحت. اوه شوف 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 السرب شوف 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 الهجمه. منجوله قف. هي حبيبي اوه دخلنا خيوط بعضها البعض. ايوه ويت 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 ويت. على سبت انه شو ايوه. متعه صيده متعه ما في مجال.
والله قد ما تصيد منه تستمتع. يلا من جوله قف. يا السلام ما شاء الله واحد عود تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. برينج 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 هير برينج هير جيمي سمول جوكينج. لحظه بطل المدار منه. بسم الله ما شاء الله ضربنا ضربه جامده. شوف ما شاء الله. لحظه شوي نجوله. شوف جيمي 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 واحد عود. ها شوف ايش قد السمكه هذه وايد حلوه. شوف شوف بارك الرحمن. وشوف شوف الزعانف الظهريه. شوف الالوان. شوف ايش قد جمالها سبحان الله. سمكه جميله مثل ما ذكرت. جميله في الصيد جميله في الشكل وكذلك لذيذه في الاكل. يلا اوكي الحين وقفنا مره ثانيه لكن بهذه المره راح استخدم طريقه ثانيه غير الجيجينج وغير الطعم الحي. راح استخدم طريقه يسمونها البوبينج. البوبينج هي انك ترمي طعم صناعي مثل هذا. هذا يسمونه البوبر لانه مشطوف من الامام ومقعر فلما تسحبه يسوي حركه ويرش الماء فيسوي صوت يستفز السمك يطلع من تحت لان السمك يكون فضولي يطالع شو اللي فوق. هذا مسوي الحشره كلها. فراح نستخدم هاي الطريقه بعد لصيد العنفلوس. طبعا بخلي احمد بحاول نخلي احمد يطلع السمك بالجيجينج. راح ارمي زين يمكن يضرب معانا عنفلوس. هاي صدى صدى ابو عمر. ها صدى صدى اوكي ويها طبعا. هذه الطريقة الأخيرة اللي راح نستخدمها لصيد العنفلوس اليوم. إذا ما مشت لا قدر الله على العموم نحن حققنا الهدف باصطياد العنفلوس بثلاث طرق. وهذه الطريقة الرابعة بس نحن نجربها علشان نراويكم الطرق اللي نستخدمها لصيد العنفلوس. طبعا منزلين ثلاث خيوط اللي هي هاي الطريقة يسمونها التشخيط أو الترولينج حتسميها الجر. طبعا هني لو تلاحظون في على السطح ثلاث ميارير او ثلاث ادوات للصيد. هاي يسمونها تيزرز او المثيرات. هاي تستفز السمكه. خلينا نجرب الحين اللفه الاولى. بنلف مره مرتين ثلاث اذا ما فات فيها خلاص الحمد لله احنا حققنا الهدف المراد.